نحييكم مشاهدي اس بي اي، اليكم بدقائق وفيها. امازون تبحث عن خبير في العملات الرقميه، جد تماسيح العصر الحديث، مستقبل ترميم الوجه، طائر نورس يصطدم بوجه فتاه. يبدو أن شركة أمازون في طريقها للتحول نحو العملة المشفرة التي لا تقبلها كوسيلة دفع، وتبحث عملاقة التجارة الإلكترونية عن قائد منتج ذي خبرة لتطوير العملة الرقمية وبلوك تشين لفريق المدفوعات الخاص بها وفقا لقائمة الوظائف الجديدة بالشركة. وأوضحت الشركة أنها ستستفيد من خبرة المؤهل للوظيفة في مجال البلوك تشين، دفتر الموزع والعملات الرقمية للبنك المركزي، والعملات المشفرة لتطوير حالة القدرات التي يجب أن تطورها، وقيادة الرؤية الشاملة واستراتيجية المنتج، واكتساب دعم القيادة والاستثمار من أجل قدرات جديدة. وبحسب موقع The Verge، فإن أمازون لا تقبل العملات المشفرة كوسيلة للدفع، لكن متحدثا رسميا أكد أن الشركة تستوحي من الابتكار الذي يحدث في مجال العملات المشفرة وتستكشف كيف يمكن أن يبدو هذا على أمازون. أعلن المتحف الأرجنتيني للعلوم الطبيعية اكتشاف هيكل عظمي متحجر يعود إلى 150 مليون عام في جبال جنوب تشيلي. حدد الباحثون أنه جد التماسيح الحالية، وعثر باحثون من الأرجنتين وتشيلي على حفرية لذلك النوع من التماسيح بجبال الأندز، وخضع منذ ذلك الوقت للتحليل في المتحف الأرجنتيني للعلوم الطبيعية في بيونس آيرس. وقال المتحف إن ذلك النوع هو جد التماسيح الحالية، ويمكن أن يتيح للعملاء فهم كيف تطورت. نجح علماء في بريطانيا في تصميم غضاريف بشرية بواسطة الطباعة ثلاثية الأبعاد، والتي ستكون مفيدة للأشخاص الذين ولدوا دون أجزاء من أجسادهم أو الذين فقدوا ملامح وجههم نتيجة تشوهات. تمكن العلماء في جامعة سوانسي في ويلز من الوصول لهذا الإنجاز العلمي باستخدام الخلايا البشرية والمواد النباتية بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية. ويقول الخبراء إنهم قادرون على طباعة أجزاء أخرى بخلاف الأذنين والأنوف من أجل المساعدة في إعادة ترميم الوجه. وستفيد التكنولوجيا الجديدة أولئك الذين عانوا من ندبات في الوجه نتيجة للحروق والسرطان وأنواع أخرى من الصدمات. في حادثة غير متوقعة، اصطدم طائر نورس ضخم بوجه فتاة أثناء جلوسها داخل لعبة قطار الموت في منتزه الترفيهي في نيو جيرسي. وبحسب ما ذكر موقع ميرور البريطاني، بينما كانت الفتاة مع صديقتها جاهزتين للانزلاق في السماء بسرعة 75 ميلا في الساعة، انضمت إليهما مجموعة من الطيور، طيور النورس، أثناء التحليق في الهواء. وتظهر اللقطات وجه الفتاة المرتعب بينما يرفرف الطائر أمامها قبل أن يصطدم مباشرة بوجهها. وقالت الفتاة: رأيته قبل أن يصطدم بوجهي، كان يطير في الاتجاه المعاكس ثم عاد وضرب وجهي مباشرة، مشيرة إلى أنها كانت لحظة أشبه بكابوس. وتمكنت الفتاة من طرد الطائر الذي بدأ أنه طار بعيدا من دون أن يصاب بأذى. حماكم الله من كل مكروه. إلى اللقاء.